تحياتي، بنك التجاري الدولي، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول بعد ردة الفعل السلبية والعودة سريعا من عند مستويات 77 لحد مستويات 78 اللي تقريبا ما عادش. لو بصينا للسهم، لأن السهم عمل لنا موجة مكتملة جت على هذا الشكل، عملنا موجة وصححناه، عملنا موجة وصححناه، ثم عدنا موجة خمسة وأخيرة، ثم هبوطا على شكل اي بي سي. ولو لاحظنا هنلاقي إن إحنا نزلنا ما كملناش تقريبا لحد مستويات ال 61 فيبو، ولكن هبطنا هبوط عنيف. نزلنا لحد مستويات ال 61 فيبو، وفي ردة فعل يعني ما حدش شافها، يعني تقريبا حصلت في شمعة 5 دقايق، نزل وطلع لحد منطقة الطلب وبعد كده رد. واعتقد ان السهم حتى الان ما زال له مستهدفات صعودية. مستهدفات صعودية ليه؟ لا، على الاقل هاخد موجة موازية من الموجة دي، او اكمل في الاتجاه الصاعد وابحث عن مستويات ال 161 فيبو مرة اخرى. الاقي نفسي بستهدف مستويات ال 108 كهدف اول، والهدف الثاني عند مستويات ال 115. تتعزز النظرة الإيجابية بالنسبة لنا بعد العودة فوق المنطقة المفتاحية اللي عنده مستويات 87 لحد مستويات 87 ونص، والصفار فوق منها للبحث عن التارجت الأول بالنسبة لنا تحت اختبار القمة السابقة اللي عنده مستويات 95، ثم إن شاء الله الاختراق القوي وعمل قمة جديدة اللي هتكون ما بين مستويات 104 لحد مستويات 108، ودي هتكون التارجت بتاع الموجة الثالثة إن شاء الله، وقبل التصحيح لتكملة الاتجاه الصاعد والبحث عن الموجة الخامسة. ولكن ما زالت نظرتنا إيجابية للسهم، ولكن ننتظر حافز بزيادة اللي يصعد بينا من عند مستويات ال 87 لحد مستويات ال 87 جنيه ونص. السهم ده ردة الفعل كانت عنيفة وفي وقت قياسي، فممكن نشهد تصحيح داخل غلاف الصعود اللي حصل ده، وده هيبقى طبيعي جدا جدا ما قبل العودة لتكملة الاتجاه الصاعد. علشان كده عايزين ننتظر نشوف سلوك سعري للمنطقة اللي احنا فيها دي ما قبل استهداف الشراء والبحث عن أهداف صعودية. طبعا اللي في السهم والسهم نزل وطلع بيه، اعتقد الاستمرار هيكون افضل، والبحث عن فرص دخول جديدة ان شاء الله بالنسبة لنا، وبالتوفيق.